صباح الخير عليكم ومساء الخير ايا كان الوقت اللي هينزل فيه الفيديو. انا اسمي مان وده جو تيربو. انا ويوسف يا جماعه اخوات وانتهى الموضوع. اول تحدي لينا على اليوتيوب وهو 50 علبه رز بلبن. ولو عجبكم التحدي ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. ولو الفيديو وصل 100,000 لايك او 1000 لايك هنعمل ايه؟ ايه رايك هنعمل ايه؟ هنعمل فيديو تاني بس انتوا اللي تقولوا احنا نعمل فيه ايه. واللي هيكسب دلوقتي هياخد 3000 جنيه غير العقوبات اللي هتبقى في الفيديو. يلا ابدا. في عقاب بيضه وفي ليمونه وفي فلفل حار. يلا نبدا تحدي ال 50 علبه. انا 25 وهي 25 ويلا بينا نبدا الفيديو. بسم الله. انت نارك ابيض النهارده. يلا بينا يلا بينا. اول علبه. بصوا يا جماعه هم 50 علبه كل علبه. خلاص ايه؟ خلاص ايه؟ نعمل تحدي دلوقتي؟ يلا هات الليمون. ليمونة ايه؟ انا هاكل. لا بص بص احنا اتفقنا على اتفاق. هات الليمونة وبسرعة. هاكل اهو. لا هات الليمونة وبسرعة. ولا هاكل. الليمونة وبسرعة وبعد كده كملي اكل. احنا قلنا اللي هيقف الاول هو اللي هياكل الليمونة. طب جايب لي ليمونة حمضانة؟ ماليش دعوة. بصوا يا جماعة الليمونة دي بايظة. بس هي هتاكلها عشان احنا قلنا اللي هيقف الاول وبعدين هي مخلصه لحد دلوقتي 7 علب. انا مخلص اكتر والله. انا هي مخلصه 7 علب. 1 2 3 اقعدني في بعض. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 علب. انا برضه اللي واكل اكتر مني. يلا بعد اذنك الليمونه بسرعه. يلا كلي ليمونه وريني البنات. قولي ورايا ليمونه ليمونه البنات مجنونه والله. ايوه يلا بسرعه كلي ليمونه. يلا يلا. يا مالك يا كهرباء. بس اوعى بطلي قرف قرف. بس بطلي قرف. كملي الليمونه بعدين. احنا قلنا هتاكلي الليمونه بقشرها. طب ايه ده؟ قلنا هتاكلي الليمونه بقشرها. اي حاجه تضيع السكر اللي في بقي ده. بصوا يا جماعه الفيديو ده انا بتحدى بيه اسامه. اسامه ده بياكل الليمونه. هات البضايه اللي جنبك. هات البضايه اللي جنبك. البيضه دي مسلوقه ولا ايه؟ ان شاء الله تفهم اخوك دلوقتي. بصوا يا جماعه اسامه بياكل البيض. ثانيه بس عشان البيضه تبقى كويسه.
سما بياكل البيض بقشره. يا رب تكون كلها طيب. ولا خلصتي؟ خلصتي؟ انت كده كده كنت هتحكم عليا بيها، وانا اقسم بالله عمري ما اكلت القشره قبل كده. لا لا لا، طعمها وحش قوي قوي قوي. جايب لي ليمونه بايظه. بصوا البضايا اهي بقشرها. انا اسف. هاتي مناديل. صراحة موضوع مقرف قوي. لا بعد 10,000 فيديوهات. 10,000 فيديوهات. بصوا يا جماعة، هاتي مناديل، هاتي علبة المناديل اللي انا خايف. التحدي لسه ما خلصش. في قرن فلفل. لا هنخم، لا هنخم، لا وربنا اكلك بتاعي. هاكلها اهي المعلقه، اهي ايوه بلاش خم اهي. يلا العلبه العشره يا جماعه. المصيبه يا جماعه اللي انا عايزه اقولها لكم، ان انا اللي عامله الرز بلبن ده، واول مره في حياتي اعمل اصلا رز بلبن. بس جامد والله. انا اي حاجه تطلع مني حلوه. اوعى تطلع مني قص على البيضه اللي انا كلتها دي. الجرق حلو مفيش كلام، بس مش هعملها تاني. تاخد دي. بس انا بعرف انا. بصوا يا جماعة، احنا هنكمل، احنا كذابين جدا. احنا لو كنا الحاجات دي هنطلع على المستشفى. يبقى انا هاخد التلاتة دول. لا احنا كده ما اتفقناش على كده. كل واحد ياخد فلوسه، كل واحد حاطط 1,500. اولا الرهان حرام، ثانيا احنا لو كنا الحاجات دي فعلا بجد هنروح على المستشفى. ثانيا لو الفيديو ده جايب 1000 لايك هتقولوا لنا نعمل ايه تاني، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. يا جماعة هو ما كانش متفق معايا على كده، بس هو جاب ورا وانا هاخد الفلوس دي، ولو هو شايف ان التحدي بقى غلط والكلام اللي لسه قاله ده، فانا هاخد الفلوس دي لأي حالا. احنا بقى لنا يوم ما كناش عشان نيجي نخلص 25 علبة، وفي الاخر انا هاخد 9 ولا 10 بس وهرجع. والله انا والليمونة اللي انت اكلتها لي دي هتاكلها. بقول لك ايه؟ مش كنت عايز تاكل قرن الفلفل ده؟ انا مش هاكل فلفل. طب انت لو ما كملتش هتاكل قرن الفلفل. لا كمل. زي ما اكلت ليمونة. يلا يا جماعة بتنتقم، انا اسف. انا بقول للبنات انتوا فوق الجميع، مش قادر اكل تاني. يلا جميل صح؟ جدا احلى رز بلبن ده. تاكلي قرن الفلفل؟ لا ده مفيش قرن فلفل. قولي قرن الفلفل. يلا كمل. لا انا وقفت انت تكمل. اكمل ايه؟ بطني. بص يا كل. مش هاكل. كل هتاكل. هو بالعافيه. يلا كل ده. يلا يا نهاري. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا انا اخد حته، هات الحته الاولانيه دي تبقى دي بس. يا كلها يا اما مش هاكل حاجه والله. هقوم طالك بايد. كل بقول لك كل يوم. وحشك الطرد شكل الطرد وحش.
البنوته شايفه لا 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 تحرك مش عاجبني يوم وداني بتصفر الفلوس مش محمسك تكمل الو وداني بتصفر وداني بتصفر يا جماعه يا جماعه انا اللي كسبت التحدي ده ودي توجعني جدا 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 انا اللي كسبت التحدي وداني مش حاسس بيها ولا بقي دي العلبه اكلتها كلها مش حاسس يا جماعه ولا بقي اقسم بالله يا جماعه بجد 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 التحدي تقيل قوي قوي عشان هو اصلا مسكر تمام ومحدش يقدر يعني اصلا لو كلت علبتين نفسك بتجزع كده فما بالك بقى عاملي 25 علبة وعايز 200 مني ربنا انت منك انت صح ولا لا احسن يا جو احسن يا الفلفل ده ولع لي زوري ولع زوري ولع زوري انا بجد بموت عارفه اللي هو عارفه اللي هو لموني في زوري اوعى زي ما حد طبعا يحطهولك اوعى اوعى خلاص انا اخلص انا اكلتوني يا مالي انا اوعى وربنا اوعى انا كنت حته بمزاجي موتتني بص يا جماعه عشان بجد احنا دلوقتي هنقوم نشوف الحاجات اللي احنا عملناها لو الفيديو عجبكم ما تنساش تدوسوا لايك ولو جاب 1000 لايك بجد قولوا لنا عايزين تشوفوا ايه تاني وان شاء الله نعمل لكم كل كده بجد لو حد كتب تعالي انت احنا محدش يكتب تحدي وحش تاني ابدا ان شاء الله ان شاء الله بقي مولع يوم الاربعاء ويوم الاحد انتظروا كل يوم فيديو باذن الله باي باي ايه ننهي الفيديو